حواشي انت اللي وين كنا في الاجد ديالنا كيف واحد التاريخ في الخمسينات وخلاو والدين ديالنا وحنا تبعناهم وغاديين وكيديروا اعنقر وكيديروا احوش وكيديروا اسجد درس ديال سميتو وكيديروا مع حوايج مع العيالات جميع الفكلو كيديروا انا سيدي تقريبا 40 عام هذه 40 عام وفوق مزيان الحمد لله مزيان كاين الناس ديالها وكلشي مزيان وكاين سميتو كاين الى مشينا لسوسرا بلاد ديال هذيك وحاجه هنا راه كلشي مزيان كلشي غادي مزيان ايا هوايا افراحنا غساج جوابه راكينا ايا هوايا هذه فرقة إترن تاليوين برئاسة حسن وبيهي مولاي الحسن هذا شباب إترن تاليوين كيشرف راسو في مدينة الدار البيضاء إترن تاليوين واحد فرقة اللي هي مميزة كتميز في الدار البيضاء كلها والنواحي وكنمشيو للعراس مهرجانات ومناسبات هذا الفن من جدودنا خديناه من التقاليد ديال تاليوين منطقة سوس هذا الشيء في دمنا ووالدينا يعني هذا الشيء ماشي غير جيو تعلم ليه يعني الانسان كيبغي شويه ديال التركيز وشويه ديال الوقت وحنا الحمد لله منسجمين مع هاد الناس هادو والله يوفق الجميع الحمد لله مؤخرا دابا بالعكس الناس تعطاو لهاد الهوايه هادي والشباب كنتمنوا منه ان شاء الله يلتاج لهاد الثقافه هذه وهذا الموروث هذه وكنتمنى التوفيق للجميع وبالعكس ان الانسان يونس شي شويه ويونس الناس اللي غيمشيو عندهم وتبارك الله على الجميع وبالعكس ان هاد الاحواش هذا وهاد الثقافه هذه بالعكس ان الشباب كنصحهم ان يلتجوا لها ويقدموا واحد يعني ما يفرطوش في التقاليد ديال بلادهم.